غادة عودتكم كل يوم اثنين انه تزين لنا الكيك، فاليوم في عنا افكار جديده مع غادة. غادة كيفك؟ مايس كيفك؟ منيحة الحمد لله. شو الاخبار؟ تمام. انا حزينه. انت انا عارفه اول ما جيت سالت مين معايا النهارده ما تقولوليش مايس، قالوا لي لا مش مايس. قلت الحمد لله ربنا بيحبنا. قالوا لك لا مش مايس. كيف مين اللي قال لك لا مش مايس؟ بعدين فين وش اهو هناك اهو. بعدين بعدين بعد شويه قال لي مايس. مش مشكلة بس أنا بدي أطالب غدا أكون معاك بيوم لأنه أنا بحب أكلك. بدي أطالب أكون معاك بيوم تطبخي إلا يوم الاثنين. يعني إلا يوم الاثنين. إلا يوم الاثنين. اسمعي كل يوم اثنين ببقى جاي عايزة أجيب معايا سندوتشات فول وطعمية. عن جد؟ أجيب معايا حاجة. جايبين عشان نتسلى وإحنا قاعدين نقرش. قولي لنا إيش اليوم بدنا نعمل؟ النهاردة هنعمل كب كيك بس مش هنخبزه، يعني هنوريهم إزاي ممكن يقدموا الكب كيك بطريقتين حلوين. مع التزيين يعني. واحده قبل الفاصل وطريق يعني طريقه قبل الفاصل وطريقه بعد الفاصل. طريقه بعد الفاصل. طيب يلا شو بدنا نعمل هلا؟ ايش نبلش؟ بس نقول لهم الاول على الهديه. في هديه اليوم عندنا وفي جائزه النهارده في فيسبوك. ايش الهديه؟ بصي كتير بحب ده، يعني لما شفته جبت اثنين، واحده ليا واحده لل بصي طبق كتير حلو. لذيذ بتتعلق فيه الكوبايات كلها بتبقى كده داير ما يدور. ممكن تعملي فيه فروت سالاد، ممكن تعملي فيه عصير، ممكن تعملي سلطة. فيه سلطه، ممكن تعملي فيه احنا بالنسبه لنا يعني ممكن نعمل فيه تبوله. وبعدين كل واحد بياخد الفناجيل بتبقى معلقه حواليه كده، بتاخدي فنجالك وفيه تكليب كتير حلو. لذيذ حلو. طيب اذا هاي هي جائزه غادة لليوم، فبدنا اياكم تتواصلوا معنا. كل اللي رح يتشاركوا معنا عن طريق فيسبوك او الفيسبوك بيج او صفحه الفيسبوك لدنيا يا دنيا اللي هلا بينت قدامكم على الشاشه، كل الاشخاص اللي رح يتواصلوا معنا على هالموقع اللي زي ما قلت لكم امامكم على الشاشه رح يدخل اسمهم على الصحيح، وبالنهايه رح نختار اسم واحد من كل الاشخاص اللي عم بتواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك. ففوتوا بسرعه على هالموقع وتواصلوا معنا لحتى تربحوا وتكونوا مؤهلين انكم تربحوا جائزه مع غادة. طيب احنا عندنا دلوقتي كب كيك عادي. احنا حطينا بوست على الفيسبوك، اتوقع حطينا صح؟ اتاكد انه انا ما في هون اي مشكله. ده كب كيك طبعا عملناه عادي. اي حد بالوصفه اللي عنده او يدخلوا على الكبكيكات اللي عملناها قبل كده يشوفوا الطريقه. أوكي. وطبعا يعملوه بالشوكليت او فانيلا زي ما هم عايزين. اوكي خلينا نلبس بس ثواني. لارا الشرايره تقول صباح الخير لصديقتي غاده وميس. اهلا وسهلا فيكي لارا. لارا جميله. بائعه ورود بتقول وين فقره الشيف غاده هيها؟ لا بائعه الورود مختفيه بقالها يومين. امبارح كلمتها ما ردتش كمان. انت بتستفيديهم لما بستفقدها لان هي كل يوم بتكلمني، فامبارح بقى لها يومين ما اتكلمتش. وين كاينه؟ فقلت امبارح اشوفها فينها فما ردتش. طيب استني نشوف ايش. طيب احنا عملنا الكب كيك عادي، احنا عايزين بس دلوقتي نزينه بالقطاعات البسيطه اللي بتبقى موجوده عند محلات الادوات المنزليه. فهنزينه بس نقطعه على شكل ورود. اي ورود عندنا قطاعات بتنفع للكب كيك ده. فاحنا مثلا انا اعتمدت اللون الازرق والاصفر والبينك في اللي هنعمله. فهنعمل شويه نغطيه شويه باصفر. طيب هلا انا بس بدي اتاكد اذا احنا حطينا بوست، اذا بقدر اي حدا من مواقع التواصل. اوكي طيب انا فكرت انا في عندي مشكله. في عنا ناديه نجدي كتبت لنا على الولو على صفحتنا على الدنيا يا دنيا صباح الخير اهلا وسهلا فيكي. هديل الوعل صباح الخير يا هديل. وسوسن قديسات كمان بنصبح عليكي. اسمهان صباح الورد يا اسمهان. وام حمدان البلوشي احلى صباح لاحلى شيف غادة. يلا يخليكي. وتوقة نواف. توقة. طيب احنا بس بكريمة الزبدة او باي حاجة عندكم، ممكن بشوية مربى، ممكن بشوية نوتيلا، يعني اي حاجة بس عايزين نلزق بيها العجينة اللي احنا قطعناها على شكل مدور. عشان ما ينفعش نحط العجينة مباشرة على الكب كيك مش هتلزق. طيب في عنا
سلام يتيم غادة عم تسألك، تقول لك بدي أستفسر عن الجليسرين. عنا بالعقبة مش موجود، ولما راحت على يعني سوبر ماركت أو غيره قالوا لها أصلاً إحنا ما عم نعرفه، ما في إلا جليسرين طبي، وكمان جيلاتين ما في إلا الجلو العادي. لا، فهل يوجد جيلاتين؟ حتلاقيه عند العطارين. الجليسرين شوية حتتغلبي على ما تلاقيه. طب إيش في بديل إذا هيك؟ هو البديل إنها تشتري العجينة جاهزة، دي أسهل حاجة. أوكي. لأن العجينة البيت كتير بتغلب، مش وما بتطلعش ابدا زي الجاهزه، دايما الجاهزه بتبقى اقوى، وبعدين متعالجه، محطوط فيها يعني روائح، ريحتها بتبقى حلوه. اوكي، اذا هاي البوست انه كثير ناس عم بيسالوا عنه، نزلنا البوست على الفيسبوك، بتقدروا تتواصلوا معنا عن طريق البوست. طبعا انا رح اقرا للي رح يدخلوا اسمائهم على السحب، هم اللي رح يجاوبوا او يكتبوا تحت البوست تعليقاتهم. طيب، احنا عندي هنا تشكيلة قطاعات مثلا زي دول موجودين في السوق عادي، كلهم موجودين في كل محلات الأدوات المنزلية، فممكن نقطع منهم. طيب ناخد اتصال. انا عم تستنى فترة إلها. نادين، هلو. مرحبا. اهلا نادين، كيفك معي؟ اهلا وسهلا فيكي، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله، بألف خير. انت كيفك؟ علي بتجننوا. حبيبتي شكرا لك. تسلمي. بقدر اسلم على غاده؟ هاي غاده معك. صباح الخير، ازيك؟ ازيك انت؟ انا منيحه، شو اخبارك انت؟ تمام الحمد لله. اكيد رح تعملي شيء اليوم بجنن كثير، صح؟ ان شاء الله يا رب يعجبكم، ان شاء الله. كل شيء بتعمليه بيعجبنا. الله يخليكي، شكرا شكرا. شكرا نادين كثير يا غاده. الله يسعدك ويخليكي، شكرا حبيبتي. شكرا. باي يا نادين، باي باي. مع السلامه. طيب، كتير الواحد بينبسط لما بيلاقي إنه الشغل بيعجب الناس. طبعاً. طيب خلينا نبلش نسلم على اللي عم تواصلوا معنا. تمارا وليد، دائماً متألقة غادة، شكراً على أفكارك الروعة. الله يخليكي. صباح الخير للولو، أهلاً وسهلاً يا لولو، بتسلم مين؟ عليكي. مين؟ لولو حبيبة ماما. طبعاً جميلة لولو، على طول بتتابع المشاعر. ما تواصلتش معها مباشرة، بس دائماً بتبعت لنا على الفيسبوك. ألاء الفقيه وفاطمة، فاطمة موسى إن شاء الله بتربحي فاطمة، وروان رشيد، مهاب، بدي أسألكم ليش ما عملتوا فقرة مسابقة طبخ بالبرنامج؟ والله أنا فكرت نعمل كمان مسابقة طبخ، يعني هي طلعتها هي، استني يمكن الشهر الجاي نعمل لكم مسابقة طبخ كمان، إنه اللي بيطبق برضو وصفة من الوصفات اللي بنعملها برضو يدخل نعمل له جايزة يعني. طيب اسمعي دلوقتي، خلينا نقول الفكرة اللي أنا عايزين نعملها إيه. ده بورد، هاي دي البوليسترين بيتباع في المكاتب كلها، فجبته بس حطيت له كده حتة شريطة أطراف، بس كده عشان نغطي شكله يعني. حتى قشرت منه حتة هنا وأنا بقطعه، لأن هو بيجي بيبقى حتة كبيرة. فعايزين نعمل إيه؟ انا عندي هنا تشكيله من شويه من الورق من الكب كيك. طبعا كل واحد بيزين زي ما قلنا حسب حلو ذوقه. اوكي. طيب عندنا كمان اتصال. هانيا، هلو، كيفك هانيا؟ منيحة، كيفك انت معي؟ اهلا وسهلا، تمام منيحة. صباح الخير، شو اخبارك؟ صباح الفل، تمام الحمد لله، ماشي الحال. منورة ما شاء الله انت حبيبتي. وغادة حبيبتي، شكرا لك. هني على تسلم. غادة كمان، كيفك غادة؟ ازيك انت؟ منيحة الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. شو هالالوان الحلوة هاي اللي عطاولة؟ على لون الكب كيك. صديقتي المتألقة. انت دائما متألقة، واللي عم تعمليه كمان الوانه بتجنن. يلا يخليكي يا هنوش. شكرا بس هاي عادتك يعني، انت دائما ما شاء الله عليكي. الله يخليكي يا هنيه، بعض ما عندكم. لا 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 والله انت ما شاء الله عليكي الطاقة. تسلمي حبيبتي، شكرا يا هنيه. يلا حبيتك اسلم عليك. شكرا هنيه. اهلا. طيب بصي بصي، عايزين نعمل ايه؟ هناخد الكب كيك اللي انا مزينينه. بصي ده قالب يعني، هو اللي عنده حد بره ممكن بيجيبوا له منه كتير، يعني اي حد بيشتغل في الكيك بينفع القوالب دي لانها مريحه كتير. بتبقى فيها زي هي قالب
طيب بصي عيني عم ببص. بصي لطيف ازاي. بتاخدي العجينة بتحطيها فيه وبتضغطيها بس شوية، شايفة؟ وبعدين بتقلبيها بتطلع شكلها زي الوردة. بتطلع وردة. وردة. فدول كتير بينفعوا الستات اللي عندهم شغل كتير في الكيك والحاجات دي، لأنه بيختصر وقت كتير. طب أقرأ شوي بسرعة على الفيسبوك. لينا أحمد بتصبح علينا، سافانا سلامة بتقولك فتت على اليوتيوب تكتب كب كيك، انت عملتي كب كيك لحال على اليوتيوب. يا ويب سايت رؤيا، يا اما بتفوتي على موقع اليوتيوب واكيد رح تلاقيه. خلاص اوكي. علا عادل كمان اهلا وسهلا فيكي. ايمان غسان، هديل خالد صباح الخير يا هديل. ليندا دعاس، هديل الوعل كمان عم تتواصل معنا. نرجع نشوف كمان مره. سيدرا عاشور، ابتهاج حداد، شكرا ل او تصبح على فريق قناه رؤيا، تقول لك ما احلى اكل الكب كيك مع القهوه الساده يا عيني الصبح. طيب شوفي احنا عملنا بس انه كده يعني انهم كانهم غصون اغصان يعني اسفه. رزان قيسي كمان كتير حابة فكرتك. أمل تايه، أمل ولينا فران، رانيا ثلجي كمان بدنا فطير مشلتت. يا ريت. لا عملناه تاني. نعمله تاني؟ مش معقول. لا خلص هنعمل ملوخية. شو هنعمل؟ ملوخية أم رعد. والله أنا جعبالي ملوخية، تقول ما يشكلها حلمانة بالملوخية. اسمعي هنعمل ملوخية، يعني هي طبعا عادية بس فيها كم تركة كده صغيرين من وصفات جدتي الله يرحمها. شو يعني تركتهم؟ لا ما هنقولها بقى دلوقتي وبعدين ما نلاقيش حاجة نقولها وقت المسافة. وقت ما ينفعش يا مان. ايش يعني؟ طب قولي لي ايش في التريك؟ بديش. ليه؟ بديش. طيب بصي. ايات سعيد، هي ما احلاها غادة. خلاص احنا كده دي خلصت. والله حلوه حلوه، ما احلى البيبيونه بعدين. لذيذه وسريعه وبعدين كتير بينبسطوا عليها الناس لان شكلها لذيذ. لذيذه. بعدين شوفي ممكن نعمل ايه كمان. ناخد القطاعات، انا كتير القطاعات بتريح في الشغل. فيعني انا بحب الستات لو يجيبوا قطاعات كتير بتريحهم. طيب تختصر وقت. طيب احنا تقريبا دي خلصت. اشوف هاي. حلوه. هلا هدول انت في عندك اشكال كثير جايبه. طبعا حلوين. طب غاده. نعم. هدول من وين بنلاقيهم احنا؟ بصي في المحلات بتوع الادوات المنزليه والحاجات دي. شوفي برضو هنا عملت ايه، قطعت فراشه. بصي بس عايزه يبان. قطعت فراشه بس هي عايزه تقعد اكتر من كده شويه لغايه ما تنشف، ما لحقتش تنشف. هي حطيت لها تحت كلينكس على جنابها، فهي لما بتنشف المفروض لما بتيجوا تحطوها بتفضل كانها طايره. اوكي بس تبقى عايزه شويه اكتر من كده علشان تلحق تنشف. طيب احنا بدنا نطلع فاصل غاده. خلاص ما احنا خلصنا. يلا اذا فاصل بس نحطها هناك. يلا نحطها. اوكي يلا. حلوه كثير. اول واحده حلو. يسلموا ايديك. يسلمي. طيب اذا نطلع فاصل وراجعين معكم، خليكم معنا.